واخده المطوه دي ورايحه على فين يا رباب؟ نازله قابل الكلب اللي اسمه تلاع. انت مش بتقولي ان الضابط اللي اسمه ايمن هيروح معاكي؟ ايوه يا عمتي، بس الاحتياط واجب. احتياط واجب من ايه؟ انا عايز افهم. الضابط معاه فرد. بس هيبقى واقف بعيد. واقف بعيد اه، بس عينه عليكي طول الوقت. ما تضمنيش يا عمتي. ما اضمنش ايه يا رباب؟ انت بتوغوشيني كده. اهو ما تضمنيش وخلاص، وانا لازم انزل دلوقتي عشان ايمن بيه مستنيني. استهدي بالله يا رباب. ارمي المطوه اللي في ايدك يا حبيبه قلبي، وارمي حمولك على اللي خلقك. ما تقعديش ترازي مع الخلق. احنا غلابه ملناش حد. ونعم بالله يا عمتي، ونعم بالله. بس احنا خلاص اترازينا يا عمتي. خلاص يا عمتي، ما عادش حد له امان. والهم والنكد هيفضل راكبنا ورانا ورانا لحد ما ربنا يفرجها. ادعي لي يا عمتي، ادعي لي. طب لما تخلصي كلميني عشان تطمنيني عليكي. حاضر يا عمتي. الحب كله. اديني جيت. خير؟ طب سلمي، ما كانتش عشرة عمر. وانت وسختها، وانا ما بحطش ايدي في الوساخة. وماله يا ست النظيفة؟ جاي لوحدك ولا معاك قلاضيشة؟ لوحدي اقسم بالله. خير؟ وحشتيني. ما تشوفش وحش يا حبيبي، خلص. طالب السماح. اللي حصل ما فيهوش معلش وسامحيني والسماح. انت كنت عايز تعلم عليا في المنطقه وفي اللي جاي من حياتي. بقول لك ايه يا ابن الحلال، انا خدت اكبر كف منك في حياتي، والكف على الوش يعدل معلش. انت عايش فين يا حبيبي؟ والله صحيح البرشام اللي انت بتاخده اللي حاسلك مخك وخلاك في حته تانيه خالص. بقول لك ايه يا رباب، ربنا بيغفر. ربنا كبير يا حبيبي وقادر يغفر، انما انا حيالله وليا ما بقدرش يا اخويا غير على اللي يقدر عليا. بقول لك يا رباب، ده احنا متربيين في حجر واحد يا بت. طب كويس انك فاكر، انا بقى ما نسيتش. شوف اللي نسي. انا ما نسيتش اقسم بالله، وجاي بعيده تاني اهو. جل من لا يسوى. بقول لك يا واد، انت جاي تخلص ولا تحور؟ اخلص اقسم بالله. خلاص يبقى نقول الخلاصه. الخلاصه عايز ننسى؟ اه. يبقى تنسى انت كمان. انسى يا رباب. تنساني يا ابن منطقتي. ما ينفعش يا رباب، من واحنا عيال صغيرين وانت بتاعتي، وخلي بالك بتاعتي انا بس. كان عندنا عصفور يا حبيبي وطار. لا ما طارش، ولو طار هنزله على جدور رقبته. ايدك. بقول لك ايه يا واد انت؟ ايه؟ اسرق. انا جيت النهارده بس عشان اعرفك انك ما ينفعش في يوم من الايام تمسكني من ايدي اللي بتوجعني، فاهم ولا لا؟ والكلمتين اللي عندك اديك قلتهم وانا رديت عليهم كده، يبقى خلص الكلام ومش عايزه اوريك وش تاني عمرك ما تحلم تشوفه، فاهم؟ بقول لك ايه، انا ما بقتش اخص. خلاص افهم الكلمه دي وحطها حلقه في ودانك، عشان انا لو قابلتك تاني مش هتعدي زي المره اللي فاتت، حتى لو الموضوع ده هيكلفني دم. يلا اهي كده جبرت. امي يا حبيبي، امي يا حبيبي، اتكل على الله. امين يا رباب. عالم زباله. ايه مالك؟ مالك؟ مفيش يا باشا. خلاص خلصتي؟ القهرة بس يا باشا. خليه بس يلمس شعرة منك، سيبهولي أنا بقى. دخل الحاجات جوه على الرخامه وحط جنبها كشف الحساب. حاضر يا فندم. لا يا فندم،
مالك يا حبيبي؟ الطابور الاولاني بعد 5 دقايق. لو بنت الحلال هي اللي عامله فيك كده واهلها ناس طيبين وزي القمر يبقى انزل اروح اخطبها على طول. هي بنت حلال واهلها ناس محترمين، بس مش ده اللي شاغل دماغي زي ما انت فاكره. امال ايه؟ بصي انا هحكي لك. بنتي دي اول مره جينا الاسم قدمت بلاغ في واد صايع عندهم المنطقه، حاول يعني يعتدي عليها واغتصبها. تاني مره قدمت بلاغ في ضابط عندنا واد رمة كده، حاول اغتصبها ويستغل البلاغ الاولاني، قام خاطفها وطلع على التراب الحيوان. حاول اغتصبها لكن هي ما سكتتش، عورته في دماغه في ازاز العربيه. المشكله بقى ان كل اللي زيها بيعتبر ان انها تبلغ حالات زي كده تبقى فضيحه بالنسبه لها، فضيحه بجلاجل. اللي محيرني بقى البنت دي صح ولا غلط يا ماما؟ لا هي طبعا صح. حتى لو كانت هتتفضح؟ اكيد يا ابني، ما دام مظلومه يبقى اكيد ربنا هيخرس اللسنه كلها عنها. بس بقى واجبك انت واللي زيك يا حبيبي انكم تقفوا جنبها علشان ربنا يجعلكوا انتوا السبب في انها تاخد حقها. بقول لك ايه، انت وراك حاجه بكره بالليل؟ ايه يا ماما؟ انتوا مشوشيني ليه؟ هو حد سمعنا؟ لا اصل كنت عايزاك تيجي معايا مشوار كده. انا تحت امرك يا قمر. اصل مدام نبيله. يا ماما يا ناس، حد يشيل مدام نبيله من قدام امي. انت عارف يا عادل انت ايه مشكلتك انت وابوك؟ ايه يا عمر؟ انكم بتوزنوا الناس بالكيلو. مش فاهم. يعني البنت الغلبانه دي بالنسبه لكم تسوى ايه وبكام؟ انا برضو بالنسبه لكم اسوى ايه وبكام؟ حتى الراجل الكبار اللي طول عمره باشا بذمته وبضميره قبل ما يبقى بربته برضو بتوزنوه بالكيلو. شوف عمر، زي ما الباشا كبير بسلطته وبنفوذه، انا ابويا كمان تاجر كبير بسلطته وبنفوذه، وانت عارف كده كويس. يمكن هو يكون طريقه تفكيره كده ويمكن يكون عنده حق، لكن انا بقى غيره خالص. لا بالعكس، يعني البنت الغلبانه دي لو كانت تعرف ترد لك الالم 10، تفتكر كان ممكن يجي في بالك لحظه انك تعمل معاها اللي انت عملته ده؟ اولا يا عمر انا ما عملتش معاها حاجه. ثانيا بقى، بلاش بقى اولا وثانيا والكلام ده، اسمها ما لحقتش اعمل معاها حاجه عشان تفرق كتير قوي يا كابتن. ماشي يا عمر، تيجي نتفق على حاجه؟ اتفضل. حلو قوي، تعالى نتفق ان محدش فينا كامل. طبعا. تمام، يبقى ما تخليناش بقى نتعامل مع بعض من السكه دي. كل واحد فينا يا عمر ممكن يغلط تحت اي ضغط. بس انت ما كنتش تحت اي ضغط، الا اذا كنت بتعتبر عدم الجواز بالنسبه لك ضغط ممكن يخليك تفكر تعوض ده في حته تانيه. ماشي يا عمر، هعديها لك وهعتبر انك ما بتتريقش وهرد عليك. الموضوع ده عمر عامل زي ما يكون شفت طفل شكله حلو في الشارع، اول ما شفته حضنته عشان تطبطب عليه، وفجاه لقيت امه بتصرخ وبتلم عليك كل الناس عشان افتكرتك هتخطفه. ورباب بقى فكرتك بأنهي طفل بالظبط؟ انا بقول مثلا يا عمر، رباب فكرتني باغلى انسانه شفتها في حياتي وعرفتها في حياتي. انا اول ما شفت رباب حسيت ان هي رجعت لي تاني، بس الفرق بقى ان دي كانت لابسه طقم تنس، دي كانت لابسه بلدي. بقولك يا عادل، السكه دي مش هتنفع معايا، سدها بحته سد. وهقولها لك تاني يا علي، انا مفيش حاجه ليك عندي. المشكله بتاعت البنت دي تخصها هي لوحدها، ما تخصش حد تاني. يعني لو اتنازلت انا مفيش اي موقف هاخده ضدك او معاك. اما بقى مشكله ابوك فدي برضه مش في ايدي. ابوك هو اللي حط نفسه قدام الباشا الكبير، يعني الباشا الكبير هو اللي لازم ياخد القرار سواء معاكم او ضدكم. بقولك ايه، انت جبت عربية بدل اللي اتسرقت؟ جبت يا عمر. طب كويس اوي، بس انا كنت خايف بصراحة اتدبس في التفصيلة. انت عارف يعني الدنيا زحمة بقى والقلق والبلد واليومين دول. سلام.
حاضر. انا جايه اهو اللي على الباب. حبيبتي يا منفت وحشتيني. ازيك يا بودة؟ مالك يا بت؟ ازيك يا بودة؟ مش قادرة والنبي، مش قادرة، تعبانة. أنا فاكراكي متشالة عادي، مالك؟ متهورة يا بودة. ألف سلامة عليكي. طب خشي على مهلك، على مهلك. ألف سلامة عليكي يا حبيبتي. الله يسلمك يا بودة. معلش لا مؤاخذة، بس بقالنا كتير ما شفناش بعض. ده سالك. سالك؟ سالك فين؟ ايه اصله ده؟ ايه يا بنت؟ اسمه سالك. لا مؤاخذة بقى، القفي حكمت. دي بدرية، بس مصر كلها بتقول لها يا بودة. مصر؟ ربنا ما يوريك ضريبة الشهرة، بس ايه؟ كله بالحب. وماله؟ مالك يا بنت؟ مال رجلك؟ متعورة، بس تعويرة جامدة حبتين. عين، عين عايزة تتفقع. رجلك عاملة ايه دلوقتي؟ بقت أحسن شوية؟ الحمد لله. ربنا يخليك ليا يا سالك. الله، ربنا يخليك ليا يا سالك. ده انت شكلك مسلك روحك مع البت على الاخر. ايه اصله ده؟ بس الله بس. تشرب ايه؟ عندنا شاي، قهوه، نعناع، ينسون، ومنكر كمان. يا بنت اسكتي، مش قادره اضحك. مالكيش دعوه انت. تشرب ايه بقى عشان المنكر يعني؟ شاي، لو في شاي من عينيا. خدوا بقى راحتكم على الاخر. ثواني واجيلكم، اصل انا ربراريه. يا واطيه ايه الولادي؟ زكي، زكي، شرم زكي. الو، ايه زكوة؟ لا لا يا حبيبي، ولا يهمك خالص. ده انا اسف والله ان انا مسهرك كل ده. هي الساعه بقت كام؟ يا نهار ابيض يا زكوة، ده انا تعبك معايا جامد يا معلم. ربنا يخليك. وصلت لحاجه طيب ولا ايه؟ بتفسح؟ ماشي يا زكي، ماشي. لا يا حبيبي، انا مش عارف اشكرك ازاي والله، تعبك معايا جامد. ماشي، هلا هكلمك طبعا. ماشي حبيبي، يلا سلام. سلام حبيبي. بيتفسح امريكاني، بيتفسح. يا إما ذكي بقى غبي، يا إما أمريكاني بقى ذكي. حبيبتي يا أم ميرفت، وهي دلوقتي في النيابة ولا في المستشفى؟ معرفش عنها أي حاجة. وأنت يا بنت اتجننتي؟ في حد يضرب روحه بالنار كده؟ افرضي كانت الطوبة جت في المعطوبة، كنت هتعملي إيه ساعتها؟ يو يا بودة بقى، أنا ما فكرتش. أصل أنا قلبي واكلني عليها خالص، وحاسة كده بقى إن في ملعوب بيتلعب علينا وإحنا مش فاهمين. كلمت المحامي اللي قال لكم عليه اللي ما يتسمم أمريكاني ده؟ كلمناه. وقال لك إيه؟ ما بيردش. جربوا تاني، بس إحنا في الليل وآخره، أكيد زمانته نام. كلمناه من بدري ثلاث مرات. يبقى أكيد بيملص. ما تضايقيش نفسك يا بت، بكرة أعرف لك الموضوع من أوله لآخره. ما تعرفيش هي راحت انهي نيابه؟ انا ما اعرفش اي حاجه، وهتجنن عليها. بعد الشر عليك يا بت، سيب الموضوع ده عندي. يا ريت، بس ازاي؟ شكلك كده بتنسى يا سالك. هي مش من شويه قالت لك ان كل مصر بتقول لها يا بودة؟ معاك حاجه تبات فيها؟ لا انا همشي بقى، لازم ارجع الفيلا اللي دي. المهم بس ان انا كنت اطمن على ميرفت انها تبقى بعيده عن امريكاني ورجالته. أنا طلبت شوية عشاء، كباب وكفتة كده، كل لقمة معانا واتكل على الله. لا لا، بلهنا والشفا، فوتكوا بعافية. مع السلامة. الحمد لله على السلامة يا كبرنا.
الحمد لله على السلامة كبير. الله يسلمكم. ولا تلج. أمورنا كبير. اجري روح هات لي الواد سالك عشان أغير ريقه على تعكيره. عشان يبقى يقفل التليفون في وشي ويستنطع وينام ويسيبني ملطوح في المطار ساعة من غير ما يرد عليا. واللي خلق الخلق اللي خليه يمشي يكلم نفسه على الحركة دي. مستني إيه يالا؟ ما تروح تندهله. السالك مش هنا يا معلم. يعني إيه مش هنا؟ بنت مرفت عورت نفسها امبارح بالسلاح بتاع أمها. وهو خدها جري بيها على المستشفى. عورت نفسها؟ وهي جرى لها حاجة؟ لا الحمد لله يا معلم جت سليمة. بس الرصاصة رشقت في رجلها بس خلاص كله تمام. الواد سالك كلمني امبارح وقال إن كله تمام يا معلم مفيش مشاكل. دكتور مين الله يخرب بيت اللي يصطبح فوق الشقة؟ دكتور مين؟ الدكتور يا معلم اللي بيجي لك هنا. دكتور زياد. الو صباح الخير يا دكتور. معلش انا اسف اني صحيتك بدري. العيال لسه قايلين لي دلوقتي على حكايه البنت مرفت. طب هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. هي عندك في العياده مش كده؟ امتى الساعه كام يعني؟ لا 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 معلش مفيش حاجه. طمن يا دكتور طمن. مع السلامه. اصلا انا لسه واصل وما بصيتش عليها، كنت مسافر. الله يخليك يا دكتور، مع السلامة، مع السلامة. الولاد راحوا فين يا أبو راملة؟ مش عارف يا كبير. وعليكم السلام يا عم. الحمد لله على السلامة، قلقتني عليك. مال دماغك يا زميلي؟ سلامتك يا سالك. ايه اللي صابك؟ قبل ما تقول أي حاجة يا معلم أنا موافق على أي حاجة تعملها فيها جزاتي على الغلطة اللي غلطتها دي. وأنا مش مستنيك توافق